نتيجه ايجابيه امام شباب القبائل، قعدتوا توجور في البوديوم. كلمه على الماتش تاع اليوم، واسك نشوفوا انتم اللي جواراك وتطمحوا بالك بوركو با لو تيتر هذا العام. ان شاء الله ان شاء الله باش نقولوا التيتر هذا العام سي صعيب بزاف. الحمد لله احنا لوبجيكتيف تاعنا برك نشدوا المانتيان. واش نقول لك، المباراه تاع اليوم كانت صعيبه مع من خصم كما يقولوا شباب القبائل ماركي راهي تفر تمر بفتره صعيبه، مي توز تقعد جياسكا، مي الحمد لله هما عندهم دوميسيل، عندهم شويه مازال ما حققوش الديكليك، مي الحمد لله بروفيتينا حنايا لوكازيون هذه ديالنا دينا 3 بوان اللي حيزيدوا يساعدونا بزاف في المستقبل. ولما لا ان شاء الله نكملوا الدو ماتش هذوما ملح باش هما نريحوا في البوديوم ان شاء الله. مباراه بشد النقاط تسناكم في الجوله القادمه امام ولدي الجزائر، كيفاش تشوفوا؟ ان شاء الله ان شاء الله من هذه المباراه ان شاء الله نخموا في المباراه الجايه امام ولدي الجزائر اللي حتكون صعيبه بزاف ثاني في الملعب ديالنا. مي ان شاء الله توجو نخلوا هذيك الهيبه تاع الملعب تاعنا ما نخليوش ان شاء الله ونجيبوا رابطو ان شاء الله. والله الحمد لله رانا نجيلوا فيها بارما في ماتش بار ماتش ان شاء الله باش نقولوا التيتر سي صعيب شويه. يظهرنا هذا تاع الشتاء ان شاء الله ان شاء الله، احنا يهمنا بزاف نقعدوا توجو في البوديوم ان شاء الله. ولما ان شاء الله توجر هكا الحاجه الاولى نربحوا لي ستاد اللي ماشي في ستادنا واللي من برا جبناه البونيس. حاميه مؤخرا كثر كثير الكلام عن انتقالك من اولمبي مديه، كيفاش تقدر تقول لنا يعني الوجهه تاعك بالك ولا واش راك ناوي ان شاء الله؟ صح كثر بزاف الخير والقال على هذه الانتقالات التشريعيه ان شاء الله. الحمد لله ما خصني والو في اولمبي مديه، تشوف بيبليك هذا دائما اللي يساندك ويعطيك العزيمه والقوه. انا نقول له ان شاء الله الاداره هي اللي تقرر بشان ديالي واللي فيها الخير. اذا انت مع الاستقرار؟ الحمد لله توجور بيان سور الاستقرار هو كل شيء للاعب. انا الحمد لله ما خصني والو في الفريق هذا، واذا الاداره شافت حاجه واحده اخرى يا اخي مرحبا بها. بارك الله فيك.